حالة من الهلع أصابت دول العالم المختلفة على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد، اتخذت على إثرها تدابير جدية للحد من انتشاره السريع، وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس، كما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 2000 حالة فيما سجلت عشرات آلاف الإصابات. وفي خطوة تعكس حجم الإحساس بالمسؤولية، انضمت وزيرة الصحة الأوكرانية زوريانا سكاليتسكا إلى حجر صحي فرض على مواطنين تم إجلاؤهم من الصين، بغية تهدئة الأهالي المعترضين على استضافة المصابين المحتملين في بلدتهم. وأوروبياً، أعلنت فرنسا عن أول حالة وفاة بين 11 إصابة مؤكدة على أراضيها، وسجلت إيطاليا 17 حالة إصابة بالفيروس القاتل، أعلن إثرها وزير الصحة الإيطالي تعطيل المدارس والمكاتب والأنشطة الرياضية في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس. وبعد إعلان وزير الصحة اللبناني حسن حمد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى سيدة لبنانية وصلت على متن طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية، أخذ التعامل مع فيروس كورونا بعداً درامياً بين تراجيديا إهمال إجراءات الوقاية في المطار وعلى المعابر الحدودية، كما تقول ثريا طالب القادمة من الصين، وبين كوميديا الاستخدام السياسي للحالة المكتشفة لمريضة لبنانية قادمة من إيران، الأمر الذي أثار تجاذبات إعلامية وجدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وصلنا على المطار، بقطع بوصل عند سيكوريتي جارد بسأله أنا جاي من الصين حتى ماسك مثل الشاطرة، وين بقدر روح عند وزارة الصحة أو في شيء تفتيش الصحة وهيك، كنت أريدي قطع عنا للمدام ولا سألتني ولا في أي لوحة بتقول إنه هوني إذا أنتوا جايين من الصين طلعوا بليز مرقوا لعندي شربوا قهوة ولا أي شيء. هذا فيما يجد اللبنانيون آخرون مساحة للغناء والسخرية حتى من كورونا. اسمع لك يا بي من لا خبرني.